السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات إضافية على الوحدة 5، الطاقة الحركية والشغل والقدرة، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة على اسم الوحدة وليس رقم الوحدة. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. يتمكن جرار معين من السحب بقوة ثابتة مقدارها 14 كيلو نيوتن. الكيلو بادئة مقدار 10^3، بينما يتحرك بسرعة مقدار 3 متر لكل ثانية. ما مقدار القدرة بالكيلووات وبالقدرة الحصانية التي يولدها الجرار في ظل هذه الظروف؟ القدرة الحصانية HP. الواط، بتتذكر انه الواط بيساوي نيوتن في متر على ثانية، والقدرة بتساوي الشغل على الزمن، والشغل بيساوي القوة في الإزاحة على الزمن، فبتصير القدرة بتساوي القوة في الإزاحة على الزمن. المساحة أو الإزاحة على الزمن بتعطينا سرعة. إذا بتكون توصلت لمعادلة القدرة اللي بتساوي القوة في السرعة، إذا حافظة مباشرة من غير خطأ فاكتبها مباشرة. ما هي، ابدأ من الأساس. الأساس إنه القدرة تساوي الشغل على الزمن، والشغل يساوي القوة في الإزاحة، والإزاحة على الزمن هي سرعة. القوة بالنيوتن والسرعة بالمتر لكل ثانية، فبيطلع عندك الجواب بالواط. بس كونه عطاك القوة بالكيلو نيوتن، ففيك تحل هذا الحل مباشرة، فبيطلع عندك بالكيلو واط. يا أما بتحل هذه وبعدين بتحول، يا أما هذه. هلأ حققنا القدرة بالكيلو واط، بدك هلأ القدرة بالوحدة الجديدة اللي هي HP. 1 HP على 746 واط تساوي الواحد. هذا لازم يكون حافظه، معامل التحويل هذا اسمه. فالقدرة بدها تساوي، لا، القدرة مقدرة بالواط مضروبة بمعامل التحويل اللي هو هذا. الواط مع الواط بيروح، بيطلع عندك هذه الكمية، بتقسمها على هالكمية بيطلع 56.3 HP. كمان هذه المسألة بتجي اختيار من متعدد. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.